فيديو مؤثر جمع يزن السيد بابنه ودعه بهذه الكلمات المؤثرة والأخير يجهش بالبكاء. نشر الممثل السوري يزن السيد على حسابه عبر انستغرام مقطع فيديو ظهر فيه وهو يودع ابنه يعرب قبل أن يسافر. وفي التفاصيل بينما كان يعرب يتحدث لمدربه الرياضي الخاص إلا أن الأخير قال له: انظر من جاء ليودعك. فما كان من يعرب إلا أن التفت ووجد والده يزن السيد ليرقد إليه ويحتضنه بلهفة شديدة. أنت بدك شو دونيك؟ روح طلع وراك، روح، مين راح يسافر؟ روح. انا كل شيء رح يجي لعندك، ما بتلاقيني الا واقف لك هون، كل ما بيجي بتلاقيني واقف. اوكي؟ بدك شيء حبيبي؟ اياك بطل ها؟ وغمد يعرب إلى معانقة والده بشدة والتمسك به معبرا عن حزنه الشديد بأنه سيسافر ويتركه، لأن يزن حاول التخفيف من صعوبة الموقف وقال لابنه: ستجدني بجانبك كلما احتجت إلي. لكن ما كان من يعرب إلا أن أجهش بالبكاء بينما كان يحتضن والده بقوة ليطلب منه الأخير أن يعود وينضم إلى أصدقائه ومتابعة ممارسة الرياضة. الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين أبدوا تعاطفهم مع يزن وابنه، مشيرين إلى صعوبة الموقف أن يترك ابنه بينما الأخير بحاجة لوجوده إلى جانبه، إلا أن ظروف العمل والسفر ستكون أقوى في معظم الأوقات. شلون هلا اكلته بو؟ وفي سياق متصل نشر يزن على حسابه عبر انستغرام مجموعة صور برفقة ابنه يعرب، حيث كانا يمارسان رياضة قيادة الدراجة الهوائية، حيث أرفق يزن السيد التعليق التالي: الروح مع كابتن منتخب سوريا يعرب يزن السيد. ولاقت الصورة تفاعلا واسعا بين المتابعين الذين أثنوا على العلاقة المميزة بين الأب وابنه، كما لفت البعض إلى الشبه الكبير بينهما، حيث قالوا أن يعرب بدا نسخة مصغرة عن والده. الروح والعشق والعمر النبض تنبوسات قوية قوية قوية. شقت لك يا روح. هذا وكان يزن السيد نشر أيضا في وقت سابق مقطع فيديو يظهر مراحل نمو ابنه واللحظات المميزة التي أمضياها سوية بين المزح والجد واللهو والمرح ضمن أجواء رائعة مليئة بالسعادة والحب المتبادل، وهو ما أظهر حب يزن الكبير لابنه ومحاولته إسعاده بشتى الطرق. هي هي جاية تصفر وتخبر. هي هي. الجدير ذكره أن الممثل يزن السيد يحرص دائما على مشاركة متابعيه وجمهوره بأهم اللحظات التي تجمعه بابنه وعائلته، مظهرا التوافق الكبير بينهما والعلاقة المميزة التي تجمع أفراد العائلة.